أنا السلفي، أنا السلفي يا من تسألينا، أسير على طريق السابقين. أنا السلفي ذا نهجي ودربي، ولا أرضى سوى ذا النهج دينا. وأحمي شوكة الإسلام دوما كما تحمي القساورة العرينا. أصفي الدين من بدع ونفسي، أربيها بربي مستعينا. وإن المنهج السلفي يمشي بكل سكينة مشي الهوينا. فتصفية وتربية شعاري، أردده بلا ملل سنينا. وإن مصادر التشريع عندي كتاب الله رب العالمين، وسنة أحمد فبها أثني، تكون صحيحة للمقتفين. على فهم الصحابة يا رفاقي، فقد نقلوا الشريعة صادقين. كتاب الله أوليه اهتماما، وسنة أحمد ومهاجرين. وأنصارا أسير على هداهم بدون تردد والتابعين. فهم خير القرون كما أتانا بنص واضح كالبدر فينا. وأشرب من معين الوحي صفوا، ويشرب من أبى كدرا وطينا. وأطلب علم شرعتنا بجد، فطعم العلم أحلى ما لقينا. وأعمل مخلصا لله ديني، وأبرأ من سبيل المشركين. وأدعو الناس للدين المصفى، فليس المحدثات هدى ودينا. وأصبر إن فتنت ولا أبالي، فإن الله يجزي الصابرين. أرى في سورة العصر انتهاجي، ففيها النهج مرسوما مبينا. فقد قال الإمام الشافعي كلاما واضحا للناظرين: إذا لم ينزل الرحمن وحيا سواها حجة فلقد كفينا. وقد قال ابن مسعود حديثا عن المعصوم خير الخلق فينا: لقد خط الرسول لنا خطوطا على ذات الشمال كذا اليمين، ووسطها بخط مستقيم، وقال صراط رب العالمين. وذي سبل الضلالة فاحذروها، فبئس النهج ذي للسالكين. أحارب كل مبتدع جهول يرى في البدعة النور المبين، ويترك سنة المعصوم عمدا، ويرفض نهج صحب الراشدين. وأحترم الأئمة دون طعن، فقد كانوا هداة مهتدين. وإني لا أقلدهم بجهل، ولكن بالبصيرة قد رأينا. كمقبل وابن باز وابن نوح وشيخ عنيزة بهم اقتفينا. ولا ننسى ربيع بن عمير إمام الجرح والتعديل فينا. فهم علماؤنا في الدين دوما، على درب الهدى هم سائرون. لكل قضية أبغي دليلا من الوحيين والإجماع حينا. ولا أرضى جمودا مذهبيا، ولا تقليد قوم مخطئين. وأدعو للولاة بكل خير، ولو كانوا عصاة مذنبين. وأنصحهم بلطف دون عنف، وطاعتهم أرى مهما بقينا. وإني لست حزبيا ذميما، لأن الحزب نهج الخاطئين. فلا الصوفي يغريني بجهل، وهرطقة الشيوخ الهالكين. يقلد شيخه من دون علم، ويعكف عند قبته سنينا. يقيم لمولد الهاد احتفالا، ويزعم أنه في الذاكرين. يمرغ وجهه بتراب قبر، ويذبح عنده حينا وحينا. ولا الإخوان تخدعني، لأني أراهم في الضلالة غارقين. وقالوا في الرياسة عز قومي، فحادوا عن طريق السالفين. وقالوا حسبنا ما نحن فيه، وبالبنا وبالقطب اقتدينا. وقال ربيعنا فيهم كلاما، فهم إخوان جهل مفلسين. ولا نهج الروافض أقتفيه، فقد جعلوا إلههم الحسين. أردت تبليغ نهجا ذا انحراف، فقد ضلوا ومنهجهم أبينا.
كذا التكفير قد زاغوا وضلوا يرى التفجير نهجا مستبينا وقالوا أهل ملتنا جميعا وحكم دمائهم كالكافرين شعرت بغربتي فأسلي نفسي بأني في طريق السابقين أرى فجرا يلوح وسوف يأتي وإن طال الزمان بنا سنين أرى فجرا يلوح وعن قريب سيبزغ رغم أنف الحاقدين على نهج النبوة دون شك فبشرى للدعاة المخلصين ووعد الله آت دون مين لمن سلكوا الصراط المستبين كما قال الجليل لقد كتبنا وذي في الأنبياء وما نسينا فصبرا يا دعاة الحق صبرا فإن الصبر زاد المتقين وإني قد نصحت وذاك حسبي وأجري عند رب العالمين فذي 60 بيتا من قصيدي رسمت خلالها النهج المبين فيا ذا المن يا ذا العفو إني سألتك فاهدني في الصالحين وصلى الله مولانا صلاة على خير الخلائق أجمعين وسلم تسليما كثيرا.